كيف يكون أو تكون المدة في هجر القرآن الكريم، وهل هناك حد معين حيث أن ظروفي صعبة في قراءته يوميا؟ نعم، قراءة القرآن يقولون أطول مدة لها شهر، أطول مدة لها إلى شهر، فينبغي أن يحفظ أن يقرأ القرآن المسلم كل شهر. وكل ما كان الصحابة في قراءة القرآن في صلاة الليل، منهم من يختم القرآن لعشر، منهم من يختم القرآن لثلاث، منهم من يختم القرآن لسبع، ومنهم من هو يختم القرآن أقرب من ذلك. فعثمان رضي الله عنه قرأ القرآن في وقفة واحدة وهو واقف رضي الله عنه. نعم.